في ذكرى ثورة 23 من يوليو، الرئيس السيسي يشدد على دور الشعب في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة. خلال جولة تفقدية، الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لتطوير الطرق والمحاور بالإسكندرية. وبلينكن يؤكد لنظيره العراقي التزام واشنطن بالشراكة مع بغداد وهزيمة داعش الإرهابي. التاسعة مساء بالقاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تحل اليوم ذكرى 69 لثورة 23 من يوليو، ثورة الجيش والشعب لتحقيق الاستقلال واسترداد الكرامة الوطنية. ثورة مجيدة غيرت من واقع الحياة على أرض مصر ومهدت لانطلاق حركة التحرر الوطني بالمنطقة العربية وقارة إفريقيا بأسرها. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 من يوليو والمجيدة غيرت واقع الحياة على أرض مصر وأحدثت تحولات نوعية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة حلول ذكرى الثورة 69، حيث شدد الرئيس السيسي على أنها منحت الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم. فاليوم ذكرى ثورة مجيدة تمكنت من تغيير واقع الحياة على أرض مصر وحققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية وتبدأ مسيرة جديدة من العمل الوطني لتحقيق آمال شعب مصر في إحداث تحولات نوعية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ولقد امتد تأثير ثورة يوليو المجيدة ليتجاوز حدود الإقليم ولتصل أصداؤها إلى كافة أرجاء المعمورة لتمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها وتسهم في تغيير موازين القوى في العالم لتعلي مصالح تلك الشعوب واستقلال قرارها الوطني. وفيما يتعلق بالتحديات التي شهدتها مصر منذ ثورة يوليو حتى الآن، أشاد الرئيس السيسي بدور القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وإضعاف شوكته. كما شدد الرئيس السيسي على دور الشعب المصري في تحمل المسؤولية، ذلك خلال تلك التحديات حتى تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات. يمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التي تواجه وطننا، فمن ثورة يوليو مرورا بالحروب من أجل قضايا الأشقاء ثم استعادة الأرض وتحقيق السلام وصولا إلى التحديات المعاصرة، خاصة مواجهة الإرهاب الذي نجحت القوات المسلحة والشرطة في محاصرته وإضعاف شوكته. ولقد كان الشعب المصري دوما على قدر ومستوى تلك المسؤوليات العظيمة وثابتا على قيم الانتماء والولاء المقدس للوطن. أما عن التحدي الحالي الذي يمثل أهمية قصوى لنا جميعا، فيتمثل في تغيير واقع الحياة في مصر
في كل جوانبها من خلال العمل الجاد على تحقيق التنمية الشاملة بالاعتماد على التخطيط الدقيق. في إطار رؤية واستراتيجية وطنية مكتملة الأركان، هدفها الأساسي هو بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي أن الثورة 23 من يوليو المجيدة دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري، وأكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب. كما شدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة، مختتما تدوينته بقوله: تحيا مصر حرة أبية واحة للخير والنماء والسلام دائما وأبدا. وفي صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. وشددت السيدة انتصار السيسي على أن ثورة يوليو ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، كما امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال. We'll be right back.
ثورة يوليو البيضاء تعتبر نقطة تحول حقيقية في عمر هذا الوطن، حيث قامت بسبب انتشار الفساد وتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهي الأوضاع التي دفعت الضباط الأحرار إلى التحرك لإنقاذ الوطن وسط ترحيب شعبي كبير من أبناء الوطن. نقطة تحول حقيقية في عمر الوطن ومرحلة فاصلة في تاريخ هذه الأمة، إنها الثورة البيضاء أو ثورة 23 يوليو عام 1952، والتي نجحت في تغيير وجه تاريخ مصر. انتشار الفساد وعدم استقرار الحكم وتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كلها عوامل مهدت لقيام ثورة يوليو. تحرك الضباط الأحرار في 23 يوليو عام 1952 ضد الحكم الملكي، ولقى تحركهم ترحيبا كبيرا من أبناء الوطن، الأمر الذي ساعد على نجاح الثورة ودون إراقة قطرة دماء واحدة. ثورة أجبرت الملك فاروق على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد لتبدأ مصر فصلا جديدا من عمرها مع الحرية والاستقلال وسون كرامة ومقدرة المصريين. وتولى مجلس قيادة الثورة تسيير أمور البلاد برئاسة اللواء محمد نجيب، ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو عام 1953. وقامت ثورة يوليو على مبادئ ستة، هي القضاء على الإقطاع، القضاء على الاستعمار، والقضاء على سيطرة المال، وأيضا إقامة حياة ديمقراطية، وتأسيس جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية. تأييد شعبي جارف حظيت به الثورة من ملايين الفلاحين وطبقات الشعب العاملة. وإثر نجاح الثورة اتخذ قرار بحل الأحزاب وإلغاء دستور عام 1923 والالتزام بفترة انتقال حددت بثلاث سنوات يقوم بعدها نظام جمهوري جديد. وتبنت الثورة فكرة القومية العربية، كما سعت إلى محاربة الاستعمار بكل صوره وأشكاله. وكان لمصر دورا رائدا في تأسيس جماعة دول عدم الانحياز. هو يوم خالد في محطات عزة هذا الوطن، وثورة بيضاء برهنت الأيام على نبل أهدافها ودونت بمبادئها العظيمة وأهدافها السامية صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري. وجه الرئيس السيسي بتطوير الطرق والمحاور الحيوية الجديدة في إطار مبادرة معا نبني المستقبل، ذلك بمحافظة الإسكندرية، وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن 20 سنة. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية التي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجمالي أطوال يصل إلى 140 كيلومتر، حيث استمع الرئيس السيسي لشرح حول المشروع من رئيس مجلس الوزراء مصطفى المدبولي واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري. وقد حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، كما وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان. كان مهم أن الناس تسمعوا مننا، لأن ده محل نقاش كبير من المهندسين طبعا اللي هم المعنيين بحالة الطريق وكفاءته، وحتى من المواطنين ان هم يبقوا مطمئنين ان الطريق دوت رغم ان هو اتعمل زي ما حضرتك قلت في ظروف يعني تربة صعبة جدا جدا في البحيرة او في الملاحة على طول 35 كيلو، لكن الاجراءات الهندسية اللي اتعملت والاعمال التنفيذية اللي تمت تحقق اقل قدر، إذا كان التعبير ده مناسب، أقل قدر من الضرر للطريق على مدى زمني كويس. توافقنا على كده على التعبير ده؟ أوافق على كده. توافق على كده؟ هو ده مظبوط. وإحنا مطمنين يا دكتور عبد السلام، لأن إحنا لما حصل نقاش في هذا الأمر قلنا عايزين يعني
أنا ما قلت شيخ ما أقصدش بيها أكتر من يعني هو الـ 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 الكبير العلامة في هذا المجال يبقى معانا في ربنا يبارك في حضرتك يبقى معانا في الموضوع عشان يعني مش بس على قد المرة الأولانية خالص لما قلنا نعمل فحص للواقع اللي تم لا قلنا يبقى موجود معانا لغاية لما ننهي الطريق إن شاء الله ونطمن إن إحنا تبقى يعني على الأقل اللي إحنا متوقعينه هو اللي بيتم يعني طالما ان حضرتك قلت لي النهارده ان احنا في الصيانات الدوريه او الصيانات الطبيعيه للطريق هي دي اللي هتقابلنا اثناء عمليات الهبوط وهنعالجها خلاص يبقى الامور كده دكتور مصطفى تبقى عاديه مش كده يا فندم تبقى كده مقبوله يعني كما اكد الرئيس السيسي متابعته المباشره لجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها داخل الدوله مشددا على أن محاور التنمية في الأسكندرية ستغير واقع المدينة بشكل كامل. إحنا من النادر لما نجد ناس تقدر تحقق لنا كل اللي إحنا عايزينه. من بالنادر. أنا متابع حاجتي كويس قوي. وإهاب مفيش موضوع بيتعمل في الدولة المصرية إلا لما أنا شايفه كويس. على قد ما بقدر وعلى قد ما بعرف ولما بلاقي حاجة ما أعرفهاش يا دكتور مصطفى بجيب المتخصصين. المتخصص يجي يقول لنا رأيه في الموضوع ايه عشان فنيا يبقى هو اولى بالكلام واولى بالمتابعة وفي جميع الاحوال زي ما احنا قلنا في المحور ده ان هو يعني الهبوط منتظر او ده طبيعي ولكن نسبته قد ايه طب ما احنا في جميع الاحوال هنقف على يعني على طبع واحدة هنعمله ونكمل بعد كده نشوف كمان سنة ولا اتنين لو احتاجنا نعمل كده تاني مش هيبقى الامر بالطريقة دي احنا بنتكلم في المنطقة اللي احنا بنتكلم فيها ديت بما فيها الدلتا اللي ايهاب شغال فيها بنتكلم في اكتر من 150 مليار جنيه ولا انا مش واخد بالي مش كده ايهاب ولا ايه كان الكلام ده بيتم قبل كده يا جماعة ان احنا نقول واحنا بنعمل الدلتا الجديدة تخش تعمل العالمين وتخليه 7-8 حارات وتخش على الضبعة وتخليه 7-8 حارات ويبقى فيه تخطيط لشبكة الطرق اللي هتغطي الدلتا الجديدة والتخطيط بتاعها عشان 1.5 مليون فدان اللي احنا رايحين لهم يبقى حاجة ما يحصلش تاني الكلام اللي حصل في بلدنا على مدى على الأقل 100 سنة اللي فاتوا هذا وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث إلى إحدى الأسر المصرية أثناء إحدى جولاته اسمك إيه؟ جنات اسم جميل وانت يا حلو رحمة؟ رحمة؟ ما شاء الله وانت يا جميل؟ آدم آدم ربنا يخليك اهلا وسهلا انتوا مين بقى؟ انا روبي جيت تقعد وقت هنا؟ لا انا شغال هنا شغال هنا بالك قد ايه؟ بس ماشي تقبض كويس الحمد لله مستور الحمد لله ربنا يبارك لك سعادتك يا رب يا رب وعمر على عمرك ان شاء الله ومصر دايما بخير فيك ان شاء الله اللهم امين اللهم امين تقبض كده ما بقولش قدام الله يبارك اليوم وربنا يستر في إطار الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية توصل الوزارة توجيه قوافل مساعدات عينية وطبية وخدمية وذلك للمناطق الحضرية الجديدة والأكثر احتياجا لدعم ومساندة المواطنين هذا ووجهت وزارة الداخلية قوافل المساعدات ضمن مبادرة كلنا واحد إلى عدد من قرى منطقة الواحات البحرية بالجيزة
دائما ما تقصد وزارة الداخلية بقوافلها الإنسانية والخدمية قرى منطقة الواحات البحرية بالجيزة، والتي تبعد بمئات الكيلومترات عن مدينة الجيزة بهدف تقديم الدعم والمساعدة للأهالي هناك. انطلقت القوافل محملة بمساعدات عينية ومتضمنة خدمات طبية وخدمات شرطية في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة. المساعدات العينية تم توزيعها على المواطنين في أماكن مجهزة خصيصا لهذا الغرض، رعي فيها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. وقد أشاد المواطنون بتلك المساعدات وبما تقدمه وزارة الداخلية من دعم متواصل لهم. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بدنا بينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. كل الناس فرحانه النهارده انها تاخد الحاجات دي، الحمد لله ربنا يديمها نعمه ان شاء الله. وتحيا مصر، تحيا مصر ان شاء الله، وربنا يحفظها بجيشها بشرطتها بشعبها وتعيش يا ريس. بينما باشر اطباء القافله عملهم في الكشف الطبي عن المواطنين بالمجان، وهو ما ياتي في اطار حرص وزاره الداخليه على دعم الخدمات الطبيه المقدمه لهم، فهي ليست المرة الأولى التي تأتي فيها وزارة الداخلية بقوافل طبية إلى تلك المنطقة، بل سبقتها مرات عدة، وتم الكشف على مئات من المواطنين وصرف ما يلزم لهم من أدوية بالمجان. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرق ونبقى جنبك للنهاية. حزمة الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية لأهالي قرى منطقة الواحات البحرية تضمنت تقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية للمواطنين هناك من خلال سيارات مجهزة لهذا الغرض تعمل بالطاقة الشمسية، يستطيع المواطن أن يحصل على مصدرات القطاع منها بكل سهولة ويسر. بيقولنا كل شهر بيتيحوا الفرصة في الواحات لتصوير البطايق وشهايد الميلاد، بيسروا على أهل الواحات أمور كتير. من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بدنا بينا، لو تحتاجينا بتلاقينا. مهما بعدت المسافات أو كانت الأماكن المستهدفة نائية، إلا أن وزارة الداخلية تسعى دائما للوصول لكافة المواطنين بقوافل المساعدات والقوافل الخدمية لتقديم الدعم والمساندة لهم، في ظل توجه القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين. ووزارة الداخلية في مقدمة أولوياتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، لذا سوف تتواصل قوافل المساعدات والخدمات في إطار مبادرة كلنا واحد حتى تصل لكل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الوداع وتمام المناسك. وأوضحت رئاسة شؤون المسجد الحرام أن المرحلة الثالثة ركزت على توفير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن للحجاج وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي جميع المعايير الدولية في مكافحة العدوى واستخدام الروبوتات والذكاء الصناعي في عمليات التطهير والتعقيم وتوزيع مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل الشرعية. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام بلاده بالشراكة مع بغداد وإنجاح الانتخابات العراقية المرتقبة.
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن، أوضح بلينكن أنه من الضروري التأكد من استمرار هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وألا يسترد قوته مرة أخرى. فخورون بعلاقتنا مع العراق وما يجمعنا به من علاقات متعددة الأبعاد، إلى جانب دورنا في مساعدته على إتمام عملية الانتخابات في شهر أكتوبر القادم، على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة لصالح الشعب العراقي. من جانبه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال موجودا عسكريا ويشكل خطرا على المجتمع العراقي والأمن الإقليمي. وأعرب حسين عن أمله بأن تكون نتائج الحوار المشترك مع الولايات المتحدة في خدمة مصالح البلدين، مؤكدا أن منطلقات حواره مع بلينكن تستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات. وجودنا هنا في واشنطن هو لإجراء الحوار والنقاش مع الجانب الأمريكي بقيادة معالي الوزير توني بلينكن، ونحن نشكره على هذه الدعوة ونرجو أن يكون نتائج الحوار لخدمة البلدين ولتعميق التعاون والعمل المشترك بين واشنطن وبغداد بجهود القوات العراقية بمختلف أصنافها وبدعم الشعب العراقي وبالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تمكنا جميعا من دحر ما يسمى الدولة الإسلامية لداعش وانهارت تلك الدولة. محليا، أكدت الحكومة بأنه تم وجرى تنفيذ 33 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، ذلك بمحافظة دمياط، منها 16 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. أشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى التسليم الابتدائي لمشروع إنشاء خزانين سعة 5000 متر مكعب للخزان الواحد برأس البر بدمياط بتكلفة 40 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان بطاقة 52 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة تقدر ب 90 مليون جنيه. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع من يوليو إلى سبتمبر 2021، حيث تمت زيادة سعر البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية. هذا ووجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة. كما وجهت وزارة التموين بتسيير حملات على محطات الوقود وإجراء عملية الجرد الفعلية. نشرت وزارة التنمية المحلية مقطع فيديو استعرضت خلاله التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة بمحافظة سوهاج. يعد كوبري الثقافة واحدا من المشروعات التنموية ضمن برنامج الوزارة لمنطقة صعيد مصر، ذلك بإشراف مشترك مع عدد من الوزارات الأخرى. وفي إطار جهود الدولة لتوزيع لحوم الأضاحي في جميع محافظات الجمهورية، تواصل وزارة الأوقاف توزيع 120 طنا من لحوم الأضاحي بالقاهرة والجيزة والقليوبية. ومن المقرر أن تتوالى عمليات توزيع لحوم الأضاحي على باقي المحافظات تباعا بعد تجهيزها بمجزر البساتين بالقاهرة. بمجزر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين يتواصل العمل على قدم وساق لتوزيع لحوم الأضاحي بالمحافظات، حيث تشرف وزارة الأوقاف بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها على مراحل تجهيزها وتعبئتها قبل انطلاق سيارات اللحوم ضمن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف. هذا العام
ما تم في المدويات الإقليمية زاد على 107 مليون جنيه، بزيادة تزيد على 27 مليون جنيه عن العام الماضي في المدويات الإقليمية. يتم التوزيع بعزة وكرامة وبمنتهى الشفافية. أولاً كنا في بصورة شبه يومية بنعلن بوضوح عن كامل المبالغ التي جمعت. الآن على موقع الوزارة ستجد آليات التوزيع وأماكن التوزيع. أهم نقطة الوصول إلى الأولى بالرعاية بعزة وكرامة. وبأكد وأكد لن نسمح بتصوير أحد عند أخذ حقي على المجتمع. ويلتزم العاملون داخل المجزر والجزارون بجميع الإجراءات الاحترازية خلال مراحل تقطيع اللحوم وتعبئتها وتغليفها، بالإضافة إلى قيام فريق طبي من الشركة المصرية للحوم والدواجن بمتابعة جميع المراحل. الأبقار بتيجي من السودان بتوصل إلى محجر في منطقة توشكا، بيتم الكشف البيطري على هذه الأبقار قبل الشحن من السودان للتأكد من سلامتها خلوها من الأمراض ومطابقتها للأضاحي. بيتجيلنا اللحمة في بردات في مبردات بعد ما بتيجي لنا في المخزن بننزلها زي ما سيادتك شايف كده على الخطوط، وبعد كده بندخلها جوه صالة. في الصالة ديت فيها التشفية والتعبئة، وبعد ما تخلص التشفية والتعبئة بنطلعها من التشفية والتعبئة ندخلها صالة نفق تجميد بحيث انها تتجمد 24 ساعة، وبعد كده بتتوزع على المحافظات تبع الجدول اللي بيديهولنا وزارة الأوقاف أسبوعيا. مشروع لحوم صقوق أضاحي الأوقاف يأتي للعام السادس على التوالي بعد انطلاقه عام 2016 وتحقيق عائد تصاعدي في جميع مبالغ الصقوق عاما بعد عام، وصولا لمبلغ 140 مليون جنيه متوقع تحقيقه هذا العام، الأمر الذي تسعى إليه الدولة ضمن جهودها لتوفير حياة كريمة في قرى ومحافظات الجمهورية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. واحتفالا بعيد الأضحى المبارك يتوافد المواطنون على المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء، ذلك لقضاء أجازة العيد والاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر. تصدرت مدينة شرم الشيخ قائمة مقاصد الزائرين من المصريين والأجانب، خاصة مع عدم تسجيلها أي إصابات بفيروس كورونا منذ أشهر. بعيداً عن زحمة المدن، شهدت المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء توافد آلاف المصريين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وكان لشرم الشيخ نصيب الأسد من تلك الوفود. أنا أسماء من اسكندرية، أنا بدعم سياحة بلدي وبقول لكل المصريين والأجانب يجوا شرم الشيخ في منتهى الجمال، حاجة كده روعة. أول مرة أجي وإن شاء الله إن شاء الله مش هتكون آخر مرة، بجد مكان فوق الوصف. ولضمان قضاء أجازة آمنة وسالمة، رفعت الأجهزة المعنية حالة الاستعداد القصوى لاستقبال السائحين والزائرين من مصر وخارجها لقضاء أجازة عيد الأضحى. المهندس أنمار الحبشنا من الأردن، حبينا والله نعيد هنا ونصيف بالشرم، يعني كونها وجهة سياحية مفضلة لجميع الأردنيين إذا مش لا على مستوى العالم، فاحنا ما وجدنا إن هنا انبساط والحمد لله رب العالمين، والأمن والأمان والشرطة والشعب هنا ما شاء الله كثير انبسطنا. وأنا من هنا بدعي أي ناس بعرفه بالأردن إن شاء الله إن نوجه لهم دعوة ويجوا هنا سياحة ويزوروا مصر، وشكرا لكم. ورغم ارتفاع نسب إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة إلى نحو 95%، لم يدق الضيف الثقيل فيروس كورونا أبواب شرم الشيخ منذ أشهر. طبعا احنا مبسوطين جدا ان احنا عندنا نسبة إشغال عالية جدا من المصريين، ودي حاجة بتبسطنا لان احنا كان عندنا مشاكل من فترة كده عشان موضوع الكورونا، بس الحمد لله احنا برضو مع عيد الأضحى ومع الأجازات اللي موجودة قدرنا الحمد لله ان احنا برضو يكون عندنا نسبة إشغال عالية، ودي برضو بتبسطنا وبتساعدنا ان احنا روح معنوية تبقى عالية وروح معنوية الاستاف تبقى عالية، والحمد لله يعني بشكركم جدا. المدينة السياحية الأشهر والأكبر في جنوب سيناء تزخر بالعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يتمتع بها الزائرين في الصباح، كما تمتلئ شرم الشيخ بالعديد من الأماكن والمزارات والمتنزهات التي يستمتع بها عشاقها في فترة المساء، لتصبح شرم الشيخ حقا وعن جدارة مدينة السلام وعروسة البحر الأحمر وأيقونة المتعة والاحتفال.
قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا حدث براق يبرز قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين. وأضافت وزيرة الثقافة أن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يشهد العديد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى إلقاء الضوء على المحتوى الفكري والفني في المجتمعين، مشيرة إلى دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات. انطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفية 2020، ذلك بحضور إمبراطور اليابان راوهيتو ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وسط ألعاب نارية في الاستاد الأولمبي. وشهد الافتتاح والوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا جائحة كورونا. Today is a moment of hope. Yes, it is very. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية والعواصم العربية والعالمية. مشاهدينا، بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
في ذكرى ثورة 23 من يوليو، الرئيس السيسي يشدد على دور الشعب في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة. خلال جولة تفقدية، الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية لتطوير الطرق والمحاور بالإسكندرية. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامية دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، وكل فريق التاسعة وكل الشعب المصري رب الخير دايما. كل سنة طيب يا دينا. حسام، وكل سنة طيب رجائي ورغدة، مبسوطين نكون معاكم النهاردة في رابع أيام العيد، وكمان في عيد ثورة 23 يوليو، واحنا بنحتفل بمجموعة من الأعياد. كل سنة وانتم بألف خير. لسه طبعا مستمرين في أجواء الأعياد. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في متابعة لتنفيذ الطرق والمحاور في الإسكندرية، أعتقد هيتم تناوله في برنامج التاسعة. مش عايزين ناخد منكم كتير، يعني يترك لكم بقى ايه المجال. شكرا رجائي، وشكرا كل سنه وانتم طيبين. شكرا لكل فريق برنامج التاسعة، ونبدا مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة. شكرا جزيلا.